الكلمة اللي قلبت موازين حياتي وتغيرت 180 درجة والله فتح لي من نعمه هي لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه. أقسم بالله العظيم لا إله إلا الله. من يا أخي إيش أقول لك؟ بركة ما مو طبيعية. بس ادمن عليها، مش تعمل 100 وتسكت، لا أنا أمسك الصبح خلاص ادمن لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إليه. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مش ثم طبعا ما هو بالترتيب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله دائما، وادعوا معي هذا الدعاء. الآن قفل واسمعني من الراديو. طيب الله يفرج همك. طيب الدعاء شوف، قول يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم يا حي يا قيوم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب يا رب يا رب أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، ثم تذكر حاجتك، اللهم اقضي عني الدين، اللهم فرج عني ما أنا فيه، اللهم تمم لي أمور حياتي بخير، اللهم اجعلني من الناجحين، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا ربي ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض علي. بسم الله الرحمن الرحيم، طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، اللهم إني أعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، يا رب العالمين يا رب، ألا تبقي لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما ولا دينا إلا فرجته وقضيته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فيقضني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الدنيا والحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بشرني بالخير وبشرني بالخير وبشرني بالخير عاجلا غير آجل يا رب العالمين.